احمد الهواري اللي برحب بيه. اهلا استاذ احمد، مساء الفل. مساء الخير يا استاذ معتز. مساء النور. ايه الحكايه؟ عاملين مشاكل للرجاله ليه بس؟ بيقول لك عينيهم زايغه. ما يتفرجوا عينيهم زايغه، ساكت على ايه بس عينيهم؟ ما اعرفش. قول لي انت رايك ايه؟ المقصود بعينيهم زايغه، بيبصوا ولا بيعاكسوا؟ ولا بيخونوا؟ لا بيخونوا، بيخونوا نعمل حلقه للخيانه، ده موضوع تاني. لان الخيانه يعني ما اعرفش، انتوا عندكم بتقبلوا الخيانه؟ انت من شويه قلت لي يلعب بديل ويجي. لا عادي عادي، يعني هيخون يعني هيعمل ايه؟ بيقبلوا الخيانه يعني هيوصل لايه مثلا؟ هو بيخون هيوصل لايه؟ يعني اخره ايه؟ هنا في مصر بيقطعوا. انا هنا في مصر ما بنقطع وبنحط في البانيو وما افتكرش، ما افتكرش اي مقلول. التقطيع ده اللي معاكم في البيت عندنا تروي تروي ورا. ما هو ما فيش حد هيقول لك بنقبل بالخيانه اكيد. انما بشكل عام ليه الصوره الذهنيه عن الراجل ان هو دايما مش راضي ودايما يبحث عن علاقه اخرى؟ على فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ معتز. اتفضل. لو هي فكره، لو احنا بنتكلم فكره ان الواحد بيبص او الراجل بيبص على 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 ست او بنت معديه، فهو كله بيبص والبنات بتبص. ده بتبقى فكرتها ان انت طول الوقت عايز تعرف اللي قدامك ده شكله ايه؟ لابس ايه؟ عامل ايه؟ شكلها ايه؟ مهتميه بنفسها في ايه؟ ما دام هي في نطاق البصه المحترمه، يعني اللي هي البصه اللي في الخباثه دي اللطيفه دي. البنات بتبص والولاد بيبصوا والمتزوجين بيبصوا واللي غير متزوجين بيبصوا. لكن لما تتطور لاكثر من كده هو ده اللي فيه مشكله. سواء بقى التطور ده معاكسه، تحرش، محاوله ابداء اعجاب، هو ده اللي بيبقى فيه مشكله وكل حاجه حسب حالتها. لكن مفيش حاجه اسمها راجل عينه زي، يعني عمل ايه؟ بص على حاجه، ممكن تكون المدام جنبه مش مهتميه بيها، المدام فشولت من المحشي، واحده مهتميه بجسمها وبتلعب رياضه، فطبيعي فشولت. طب احمد، ما هو فشول وبقى اقرع واصلع وبقى عامل زي المعلم كفته، ايه المدام ذنبها ايه؟ المدام برضه بتبص، هتلاقي المدام مشهره صور كريستيانو رونالدو ومحطه صور جون سينا على كريستيانو رونالدو مره واحده. ما هو برضه هي تبقى بتحلم بالقوام الممشوق للراجل. طب ما تروح تخس عشان ترضيها، هو هي مالهاش نفس. ماشي خلاص، يبقى الطرفين يعملوا كده، انا مش ضد ده على فكره. طيب يعني هو في الاخر ما تقعدش بقى تجيب لي تقول لي لا ما هي كمان يعني مش ده المنطق. احنا مش داخلين في صراع ومنافسه ما بين الرجل والمراه. على فكره هي مش صراع خالص، هو كل المنطق بمنتهى البساطه ان فكره ان انا ابص او ان الراجل يبص على واحده معديه، لو البصه بسيطه، بصه من باب الاستكشاف يعني، من غير قله ادب ومن غير التحقيقات ومن غير ابتذال، فما افتكرش فيها مشكله يعني. مش هتضايق الست قوي اني بصيت يعني. يعجبني في الاعلاميين زملائنا ان هم بينتقوا المسميات، قال لك بصه بسيطه من باب الاستكشاف. هو هيستكشف قاره امريكا. ده مين ده؟ ده بيستكشف ايه؟ كولومبوس. كريستوفر كولومبوس. ازيك يا كريس؟ استاذ معتز، اتفضلي. عاوز اساله، طيب هو معقول انه نظره وحيكتشف؟ طب في بعد اذنك يا احمد سؤال من الاعلاميه السوريه نائله عجيل، اتفضلي نائله. انا عاوز اساله، هي ايه علامات الرجل البصاص؟ ايه علامات الرجل البصباص؟ البصباص يعني ايه بصباص؟ يعني ايه؟ ايه العلامات اللي بتبين انه هيدا الراجل هو راجل بصباص؟ يعني ايه بصباص؟ يعني انت بتفسري بصاص يعني بيبص عينه زي، يعني عينه زي يعني نسوانجي. ثانيه واحده، عينه زي ان هو بيبص ولا عينه زي ان هو بيحاول يقيم علاقه؟ لا، ايه العلامات اللي بتدل ان الراجل ده راجل بصباص؟ عاوز اعرف ايه العلامات. ما هو بيسالك ايه؟ ايه؟ انا مش فاهم تعريف كلمه بصباص. الراجل اللي بيبص الموضوع حلقتنا، يعني الراجل اللي عينه زايغه، الراجل الغير مكتفي بامراه واحده. عينه زايغه. كل الرجاله بتبص كويس، وكل في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي امريكا. طب ما فيش علامات بتدل انه ده الراجل كده؟ يعني مثلا انه بيهتم كتير بمظهره، عيونه بتكون فعلا عم تفتل يمين وشمال. ما فيش علامات؟ لا هو بص، الشخص الاوفر اللي ماشي رقبته بتلف 360 درجه على الرمان بيلي، ده مش يعني ده بيبقى نادره وقليل جدا ومريض. لكن اللي بيبص في الطبيعي كل الرجاله بتبص، يعني على فكره ده طبيعي. يعني هو باقي حضرته ما في رجال ما بيبص. فهو احنا لازم نعترف بان كل الرجال بالفطره بيبصوا، انما بقى في واحد بيبقى مش مكتفي بقى بالعلاقه اللي هو فيها وعايز يعمل علاقات اخرى، هو ده بقى اللي احنا ايه؟ نرفضه. طيب دي حقيقه.
هو ده اللي قصدي. بشكرك احمد الهواري صاحبنا وصديقنا وزميلنا، شكرا ليك على المداخلة.